السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على مبرهنة الثالث المباشرة. إذا نقرأ الخاصية في مثلث ABC إذا كان M تنتمي إلى AB و N تنتمي إلى AC. إذا ممكن الأستاذ ديالكم يدير لكم المبرهنة بطريقة مغايرة، فعوض ما يقول لكم في مثلث ABC يقول لك لدينا مستقيمان متقاطعان دي واحد و دي جوج. فهاد الحالة المستقيمان المتقاطعان غيكونو هما AB و AC. إذا هنا غنمشيو للشروط. M تنتمي إلى AB و N تنتمي إلى AC، يعني نقطتان تنتميان إلى المستقيمان المتقاطعان حيث MN توازي BC. فإن إذا في الشكل الهندسي غيجيك إما الشكل واحد أو جوج، إما على شكل مثلث في قلب مثلث، يعني ABC مثلث كبير ومثلث صغير من في قلب منه، او اللي غيكون عندك على شكل فراشه بهذا الشكل هذا، مثلث ABC ومن الفوق عندك مثلث AMN. اذا في جميع الحالات غيكون عندك احدى الحالتين، اما الحاله الاولى ولا الثانيه. ان سوي النتيجه فان AM على AB. AM دائما كنطلقوا من نقطه التقاطع، AM على AB، وانا كنحترم الترتيب. الا بدينا من AM خصني نبدا من AN، اذا على تساوي AN على AC تساوي MN على BC. نفس الحالة هنا، إذن AB على AM تساوي AC. إذن بدينا من نقطة B غنبدا كذلك من نقطة C، ككنا بدينا من M خصني نبدا من N. ترتيب مهم هنا، قلنا تساوي AC على AN تساوي MN على BC. إذن المبرهنة واضحة. دائما في المبرهنة باش نطبق المبرهنة خصو يكون عندك مثلث، يكون عندك نقطتان تنتميان إلى مستقيمان متقاطعان في هذا المثلث، ويكون عندنا مستقيمان متوازيان. كما قلنا دائما الشكل الهندسي غيكون عندك بهذا الشكل هذا. إذا أنت من يبان لك الشكل الهندسي بهذا، يعني بحال الشكل واحد أو جوج ويكون عندك توازي، فكتطبق اوتوماتيكمون مبرهنة الثالث المباشرة. اذا ندوزو دابا للتمرين التطبيقي ونحاولوا نشوفوا كيفية تطبيق المبرهنة. لاحظ الشكل جانبه بحيث اذا عندنا واحد المثلث وعندنا ام ان توازي بي سي. اذا عندنا الحالة الشكل بحال الحالة الاولى، بحيث ام ان توازي بي سي واحسب ام. اذا قبل ما نطبق المبرهنة خصني نذكر شروط المبرهنة. اذا نعتبر المثلث ABC لدينا M تنتمي إلى المستقيم AB و N، إذا المستقيم AB والمستقيم AC متقاطعان. إذا كناخد M كتنتمي إلى AB و N تنتمي إلى المستقيم AC، ولدينا MN توازي BC. إذن حسب مبرهنة ثالث المباشرة، دائما كنبدأ بنقطة التقاطع AM على AB. هاد النقطة ديال التقاطع كتعاود 4 مرات في الحالة هنا. إذن AM على AB، إذن حنا بدينا بM، درنا AM على AB، إذن خصني نبدا بN، AN على AC. إذن تساوي AN على AC تساوي هنا في الحالة الأخيرة في المتساوي في النسبة الأخيرة ما كنكتبش هاد A. إذا شنو تساوي MN على BC. إذا هما مطلوب مني نحسبو AM. إذا غادي نحاول نعوض. إذا عندنا AM ما كنعرفش القيمة ديالها، AB هي جوج، AN 3،
و AC هي 6 و MN على BC القيم ديالهم ما معروفهاش. إذا هنا غادي نستعمل فقط هذا الجزء هذا. إذا AM على 2 تساوي 3 على 6. هنا كندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا 6 في AM تساوي 2 في 3. إذا AM 6 AM تساوي 2 في 3 هي 6. إذا AM تساوي 6 مقسومة على 6 تساوي 1.